هذه التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد وثق بشأنها ناشطون حديثا أحوال مشروع رصيف نهر العشار، والذي لم تمر سنة فقط على إنجازه ضمن مشاريع منافع نفط البصرة، وقد تبين أن الرصيف قد حدثت به تخسفات وتشققات بسبب الفساد الذي تخلل العمل أثناء إنشائه. هذا الشغل، هذا البوري منه طاق ولا ينطيهم إن شاء الله. حيد زين السوقي هاي شبه مشلوعة من الرصيف قد الماي، صارنا شهرين غرقانين من وراء، منا أطلع الماي شغلهم الخايس، شغلهم الخايس دولي.